بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني فقه قولي. حياكم الله في اليوم الثاني من دورة القيادة بالإرشاد. فإن شاء الله في هاليوم بنتعلم أشياء وايد أنا صراحة كنت متشجع لها ومتحمس لها اليوم، وإن شاء الله بإذن الله نستفيد مع بعض فيها. فقبل لا نبدأ، قادة المجموعات موجودين كلكم، اللي مش موجود في مجموعته القائد اللي مش موجود، في طاولات ما فيها قائد بس نشوف نعرف الطاولة اللي قائدها ما جاء. 1 2 3 أنت موجودة. 4 اللي قائدهم مش أوكي. طيب عينوا لكم قائد جديد مرة ثانية، يدكم فوق. 1 2 3 اخترتوا. أوكي حلو زين تمام، اخترتوا قائدكم. طيب هاي كل قائد جديد، طبعا القائد يتم في طاولته والباقيين يوقفون لو سمحتوا. كل قائد يتم في طاولته والباقي يوقف. الباقي يوقفون يا شباب. القائد يتم قاعد والباقي يوقف. غيروا أماكنكم، الجميع يغير مكانه. لا الجميع يغير مكانه، الجميع مكانه، لا ينتقل لطاولة ثانية. الجميع الجميع طاولة ثانية، الجميع لطاولة ثانية. قادة المجموعات موجودين، عارفين نفسكم. القائد ما يتغير. زين طيب، اول شيء ابي اسالكم ايش استفدتوا امس. ابي اسمع منكم اللي عنده شغله طلعت في باله او طرت في باله شيء جديد يحاول يشاركنا فيه. تفضلوا، شنو تعلمنا امس؟ ما هو الخلل في تربيتنا؟ ما هو الخلل في التربية؟ نعم. وصلت للإرشاد والتوجيه. نعم. الفرق بينهم، إحنا دائما نوجه ولا نرشد. عفوا أختي، تقدرين تشوفين بس التلفزيون شو سالفته؟ شغلينه. إذا اكتشفتي ليش، ما هو الخلل في التربية؟ تفضل. كيفية الإرشاد بطريقة صحيحة. الإرشاد بطريقة صحيحة، حلو. حد عنده مشاركة؟ تفضلي. ممكن احصل على الارشاد او اني ارشد شخص عن طريق الاسئله، فالاسئله هي مفاتيح. اكتشفت الفرق بين التوجيه والارشاد. التوجيه والارشاد، التوجيه يكون اصدار اوامر او اعطاء اوامر للاقل رتبه مني بحكم خبرتي في العمل مثلا. نعم. اما الارشاد مفاتيح او اسئله اتوصل بها للحل من قبل المسترشد نفسه. صح، كلام سليم. بعد تفضلي. يعني فكرة معينة ممكن أنا في حي في مستكتاد بس أنا أعمل كيان كبير للحي ده من خلال الإرشاد، يكون فيش عمل تعاوني عمل تكافلي، فالحي ده ممكن أنا أحوله للفكرة ده، يعني حي إلكتروني حي. أي شكرا. أيضا نقطة صحيحة سليمة، تفضلي. إذا كنت أنا من المسترشد والجهة الثانية المرشد لي، زين نعم، بان احصل الحل باسرع وقت يعني. بعد شيء سليم، تفضلي. اكثر حاجه صراحه استفدت منها هو شنو لما تربيه الابناء، اذا انا استفدت معاهم الارشاد مش التوجيه، اخلي ذكائهم عندهم معدل اكبر من ان انا استفدت. اذا مع الابناء ممكن اني ارشدهم، تفضلي. عرفت ازاي اوظف ما بين السؤال العام والسؤال الخاص في ان انا اخذ كل المعلومات الخاصه بالمشكله للانسان المستشار القديم. الاسئله العامه والاسئله الخاصه، حلو. وبعد في نوع ثاني من الأسئلة، شنو هي؟ المغلقة والمفتوحة. أيوة تفضل. حقيقة لبست في
فائد اليوم مع حالي بشبك معها من خلال طرح الأسئلة عليه، فأدركت بعد فترة أني يعني بطرح أسئلة مبارح تربت عليها. نعم. تطبيق عملي فعلا. أنت ترى على فكرة أنتم بتبدؤون تشوفون نتائج هالدورة مش على طول الحين، في كلامكم مع الناس بتعرفون أنتم قاعدين ترشدونهم فعلا، قاعدين تسألون أسئلة ولا قاعدين تعطونهم الإجابات، فإن شاء الله فعلا مع الوقت راح بالذات في العمل راح تنتبهون لهالنقطة. يعني أنت شلون تساعد الناس من غير ما أتحمل مسؤولية؟ يعني خلي أهو يعالج مشكلته بالطريقة اللي تفهمها. نقطة حلوة هذه، اسمحوا لي أسألكم سؤال، هل القائد يجب عليه أن يتحمل مسؤولية الفريق اللي معاه؟ طبعا لا. السؤال هي طبعا الأخت شاركت بنقطة مهمة، قالت أن أنا كقائد أو كشخص قاعد في مكان أو كمرشد لما أنا أدير الموضوع وأعطي الأسئلة أتخلى عن المسؤولية، فسؤالي لكم هل القائد لازم يكون مسؤول عن اللي معاه ولا مو بشرط؟ مو بشرط لازم يكون مسؤول. زين نسمع مبررات. طيب نسمع مبررات، من يقول انه مسموح عنده راي، من يقول انه الافضل؟ عطنا رايك. اذا ما كان قائد اسم صفات القائد لازم يكون هو مسؤول عن الكل عشان يعطيهم اهدافهم، مثلا لو ما كان هو القائد كل واحد يمشي بهدفه بروحه ما بيشتغلوا النقطه واحده. بس لو أدار الموضوع بالأسئلة وسوى عملية الإرشاد مع اللي تحته، هل راح هاي الموضوع يعني يتخلى عن المسؤولية ولا لا؟ النقطة إذا تسمحون لي أشارككم فيها، من أكثر الأشياء اللي يستخدمونها مجالس الإدارات والمدراء إنه يشكل لجنة في المؤسسة اللي يعمل فيها ويجيب ناس معاه وهو عند القرار، لكن يخلي الكل يشاركه في القرار. ليش؟ في شيء أساسي اللي هو المسؤولية المشتركة، أنه يقلل على نفسه العبء، يقلل على نفسه العبء. ولو أنه في بالفعل يعني إحنا لما نكون جالسين في اجتماع ونكون كلنا في اجتماع واحد، صاحب القرار هو المدير بتلميحاته بطريقته بكلامه، يعني الناس تقدر ترفع صوتها وتقول حق المدير لا أنا رأيك اسمح لي غلط، وأنا أعتقد أن الرأي الثاني هو كذا، ما يصير. فهي أيضا جزء مثل ما أنت قلتي عن المسؤولية، كلامك سليم. فبما نحن تكلمنا عن القيادة والإرشاد، لما أتكلم عن القيادة بالإرشاد، القائد له أدوار، القائد له أدوار أساسية. لما أتكلم عن القيادة في العمل، في 4 أدوار رئيسية للقائد. طيب مش مشكلة، خلينا نتكلم عن 4 أدوار رئيسية في العمل. قبل شفتوا هالمجسم هذا، أنا شرحته في دورة القيادة، في حد حضر دورة القيادة اللي في كتارة كانت؟ أوكي في كذا واقف. طيب فكرة المجسم هاي، أي واحد يبدأ يشتغل في حياته العملية أول ما يجي من شغله شنو؟ يكون متحمس متشجع، هل عنده الخبرة؟ لا. هاي الشيء بالضبط يعني اللي قاعد يصير، يجي واحد متشجع وما عنده خبرة، أنا كقائد ألبس أي قبعة معاه، التوجيه ولا التشجيع؟ توجيه. ما احتاج أشجعه، هو متحمس، هو جاي وعنده نشاط، وليش أضيع وقتي معاه؟ يلا شد حيلك. أوكي بالعكس ما يحتاج. فإيش الدور اللي لازم ألبسه أنا كقائد معاه؟ التوجيه. هذا الشخص بدأ يشتغل، صار له 5 سنوات، صاد أحباط، صار في العمل اللي درسه شيء واللي جاي ينفذه شيء ثاني، لحين الخبرة توه 3-4 سنوات ما تعتبر خبرة طويلة. هذا الشخص شنو مستوى خبرته؟ قليل ولا عالي؟ قليل. شنو الحماس اللي عنده؟ شصار فيه؟ فإذا حماس قليل وخبرة قليلة شي يصير؟ أداء منخفض. أي قبعة لازم يلبسها القائد في هذه الحالة؟ التشجيع والتوجيه مع بعض، يسمونهم المدرب، أسلوب المدرب. فهو يدربه، يشجعه ويحفزه، وفي نفس الوقت إيش؟ يوجهه. تشجيع وتوجيه، تشجيع وتوجيه. الدور الثالث من أدوار القادة، صار هذا الشخص 10 سنوات يشتغل، خبير ولا لا؟
وين حماسه؟ شو اخبار حماسه؟ نازل ولا طالع؟ لازم شو اسوي له؟ اشجعه، فاعطيه ايش؟ تشجيع. هل احتاج اني اواجهه؟ 10 سنوات خبره اقول له لا تعال عدل هاي، ما يحتاج، هو خبير اوريدي في الموضوع. فشي يصير فيه؟ استخدم معاه اي اسلوب؟ التشجيع. صار الحين خبير، جينا فوضناه، عطيناه منصب، هل يحتاج اني اشجعه؟ شو اخبار حماسه؟ زاد. شو اخبار خبرته؟ عاليه. استخدم معاه اسلوب التفويض. فهاي بالضبط الدائره اللي يمر فيها. اول شيء يبدا توجيه، اواجهه، التشجيع قليل، توجيه عالي. اذا كان توجيه عالي وتشجيع قليل فانا استخدم اسلوب الموجه. زادت خبرته شوي بس للحين مو بخبير ويحتاج تشجيع وتدريب وتوجيه، استخدم معاه اسلوب المدرب. صار تشجيع عالي خلاص، احيانا اشجع تشجيع عالي. ليش؟ لانه صار عنده 15 سنه خبره. هل يحتاج اني انا اقول له تعال وبعلمك وبوجهك وبعطيك دورات ومكاني بيصير احسن؟ ما يحتاج. شو اللي اعطيه اسلوب ايش؟ تشجيع. اخر اسلوب لما اعطيه منصب وبوزيشن واقول هاك انت مسؤول عن هالاداره، شو يصير عنده؟ اسلوب التفويض. فالقياده بالارشاد، كل القياده بالارشاد احنا نتكلم عن المرحله الاولى اللي هي من اول صفات القائد، ان بدل ما اوجهه استخدم اسلوب معاه شنو اسمه؟ الارشاد. هذه الحلقه هي الحلقه الاهم، وهي النموذج المثالي اليوم في القياده للمرحله الاولى اللي هو مرحله التوجيه او الارشاد. ايش هو التحفيز؟ شلون الواحد يشجع؟ شلون الواحد يعطي مكافآت؟ ممكن يشجع بالصلاحيات، ممكن انا اشجعك باني استمع لك. هالامور كلها ناقشناها في دوره القياده بشكل عام، قاعد اعطيكم اياها. التوجيه، اي نموذج استخدم، من اكلم، اي بروسيجر اتبع، اسال من، كم الميزانيه المسموحه لي، من الناس اللي ارجع لهم، من الناس اللي الجا لهم، اي نموذج اطبق، هذا هو التوجيه. فهذه هي المفاتيح الأساسية في دولتنا، في دورتنا. طيب احنا بنسوي تمرين بسيط. التمرين هو ان ابي من كل واحد ياخذ ورقة لو سمحتوا، مو بكل واحد عفوا، كل مجموعة ورقة واحدة تكفسها تسويها كورة، تحولها لكورة. ممكن تحطون ورقتين او ثلاث تعفسونهم تحولونهم لكورة. تعطيني ورقة لو سمحت؟ شكرا. اوكي ممكن احنا خلنا، تعالوا انتوا الثلاثه معي. طيب بنلعب لعبه الحين. اوكي شكرا، مشكوره ما قصرتي. طيب ايش احنا بنسوي؟ بنلعب لعبه. شنو الشروط؟ شروط هاللعبه لازم هالكوره تمر علينا كلنا وترجع 8 مرات، فكلنا بنسويها. بعطيكم نموذج، مرت على كل الايادي ورجعت مره ثانيه، خذها مره ثانيه، هذه مره، مره ثانيه. نبي منكم في كل مجموعاتكم تسوونها بسرعه، نبي اسرع فريق يقدر يسويها 8 مرات هو الفريق الفائز. تمام شكرا لكم. على الاقل، على الاقل اعضاء الفريق 4 على الاقل، فشوفوا لكم حد واحده كان من هناك يجيكم. ثمان مرات. اوكي اصبروا، خلصتوا؟ من يعتبر الاسرع الحين؟ طيب من يعتقد انه الفريق الاسرع؟ زين خلينا نسوي تجربه، بحسب لكم الوقت، خلينا نشوف في كم ثانيه يقدرون يخلصون.
واحد اثنين ثلاث بنعيد 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 مرة ثانية يلا واحد اثنين ثلاث لازم ثمانية لازم تمر على الكل طيب اوكي طيب 25 ثانية في حد اقل من 25 ثانية زين شفتوا الطريقة اللي عملوها شفتوا الطريقة اللي عملوها الطريقة اللي عملوها في طريقة ثانية أبي أسألكم هل في طريقة ثانية حد استخدمها غير هالطريقة؟ أنتوا خلاص أنتوا مجموعتكم تضرب هلا؟ أنتوا ما شفتوهم؟ قربتوا المسافة. طيب طيب أنا بسأل سؤال واحد بسأل سؤال واحد هل ممكن بدال 25 ثانية توصلونها للنص طريقة ثانية؟ طيب طيب نبي نشوف طريقة ثانية هم الطريقة اللي سووها إن نفس الطريقة اللي إحنا سويناها بس حاولوا بسرعة يسوونها. فخلنا نغير انا سالت سؤال هل ممكن طريقه ثانيه ونوصل للنص نشوف يلا طيب لا لا بعد واحده ثمانيه طيب هني 11 ثانيه سووها ب 11 ثانيه ايش اللي عملوا قربوا اياديهم من بعض بنجيكم نعم ما عندك مشكله شيلوا واحد وخلوه يحسب الوقت طيب 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 بقول لكم شغله اللي سووه الحين انهم وصلوا اخواني وخواتي يهمني الوقت وصلوا 11 ثانيه وصلوا 11 ثانيه أنا بسأل مرة ثانية السؤال هل تقدرون طريقة ثانية توصلون لنص هالرقم 11 ثانية أنتوا طيب احنا بنشوف المجموعة هذه جاهزة خلينا نشوف مجموعتكم طيب ايش رايكم تجون في النص خلي يشوفونكم عشان يشوفون ليش اللي قاعد يصير لا بدون اي ادوات مساعده بدون اي ادوات مساعده ها شباب ها قلت احنا بنطلع الحل صغرنا الكره احنا لقينا حل اصلا بس الكره ما يحتاج انها تتصغر فكروا في شيء ثاني غيروا اياديكم غيروا الحركه غيروا فكروا في فكره ثانيه فكروا في يعني فكروا في طرق ثانيه ايوه يعني لا لازم هاي مو مش شخص واحد اللي يحرك لازم يفكروا بتغيير اياديكم اماكنها فكروا في شيء جديد عليكم السلام مرحبا شلونك شو اخبارك الله يرضى عليك سلمك يا رب ها شباب وين وصلتوا والله حتى جوجل سووها في ثانيه واحده جوجل عجز شلون تعجزون في شيء غير منطقي اي في منطقي غير شيء في شيء غيره غير منطقي غير شيء لازم 8 مرات كل واحده ثمان مرات بين الجميع اي غيروا شيء غيروا شيء في شيء غيروا في شيء لازم تغيرونه خلينا نشوف هنا عندنا حل تفضلوا لا تغيرون شيء كرة عادية ما يبينا غيروا طريقتكم جربوا تغيرون أياديكم جربوا تغيرون شيء جربوا شيء ثاني خلاص مستحيل من ما سووها ما حد سووها لا واحد يفرها لا لازم تكون تنتقل بين الجميع ممكن هاي طريقة تعالوا 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 شباب تعالوا تعالوا خلونا نشوف بهالطريقة كم ثانية يقدرون يسوون شوفوا ايش عملوا خلينا
نبي نحسب نحسب. ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. بس أوكي حلو. لحد الآن ثمان ثواني. في طريقة ثانية؟ لا مرت بين الجميع، مرت على الجميع. فكروا لي في طريقة ثانية. عندكم طريقة؟ شلون مرة ثانية؟ زين؟ لا لازم تكون تنتقل، لازم تنتقل بين الأيادي، بين الأيادي. فكروا في طريقة جديدة. على فكرة حلكم منطقي، بس بقول لكم بعدين شيء، في شيء ثاني. قللوا الوقت، قللوا الوقت، فكروا لي في طريقة ثانية. عندكم؟ يلا يلا خلينا نشوف، خلينا نشوف، يلا خلينا نشوف فكرتكم. لا 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 فكروا في طريقة ثانية، لفة سريعة تكون. فكروا في فكرة ثانية. كرسي، في كرسي هناك. خمس ثواني خلينا نشوف طريقتكم. يلا يا أيوة 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 بس 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 غيروا حركة اليد شوي، غيروا حركة اليد. حركتكم صح، حركتكم صح، بس غيروا حركة اليد. حركتكم صح، قطيها بس. تعالوا 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 روا الناس، تعالوا حياكم. شوفوا شوفوا الحركة، شوفوا الحركة. حياكم حياكم. بدنا نساوي ثمان طابات. شو اسم مجموعتكم؟ العباقرة. أمس ما كانت عباقرة موجودة. أمس اسم جديد. طيب شوفوا إخواني خواتي، شوفوا الفكرة، شوفوا الفكرة. لحظة يلا واحد اثنين ثلاث. مش مشكلة زيدوا العدد، نفس الفكرة. تمام تمام تمام. ثلاث ثواني. شكرا. هذه هي الحركة الأصح اللي توصلون فيها. بقول لكم شفتوا الطريقة اللي عملوها؟ جربوها كلكم، أياديكم مع بعض وخذوا الكرة ثمان مرات، تنتقل بين الجميع بس أياديكم تكون مع بعض. هاي هي الطريقة السليمة. شكرا لكم خواتي. شو اسم مجموعتكم؟ شو اسم مجموعتكم؟ مارشميلو. أيوة مارشميلو. مجموعة مارشميلو هي المجموعة الفائزة. شوفوا بقول لكم نقطة مهمة. الحل خذ وقت أطول، كان بإمكاني أن أنا أعطي الحل، لكن لما الواحد يفكر ويطلع الحل بنفسه، أنت نميت عنده مهارة. إيش السؤال اللي سألته دائما كنت أسأله لكم؟ هل ممكن نسويها في وقت أقل؟ هل ممكن نسويها في وقت؟ شوفوا قوة السؤال. على فكرة هذا سؤال مغلق، إجابته نعم أو لا. شوفوا قوة السؤال، إيش ممكن تسوي في الناس؟ تخيل أنت مدير وتحتك ناس عندهم مشكلة وأنت عارف حلها، وجيت عطيتها الحل ببلاش، جاهز. شنو إحساسكم وأنتوا عرفتوا الحل؟ نعم صحيح صحيح. هذا هو الإرشاد إخواني، هذا هو الإرشاد. لما احنا نتكلم عن الإرشاد، أنت تطلع من الشخص اللي قدامك مهارات تنميها له. عندي شيء ثاني صادني نوع من أنواع خيبة الأمل، أنا كنت أدري عنها بس. عموما لما نسوي هالتمرين عند الأطفال يحلونه على الأقل في سبع دقائق، هي أقصى شيء، أقصى. أنتم ما شاء الله خدتوا ساعة إلا ربع. عموما الإبداع عند الطفل أكثر بكثير من الكبار. الكبير دائما يرفض أنه يجرب تجارب جديدة أو يستبعدها، يبي الناس تعطيه الطريقة الأمثل ويجربها، لأنه كبير خلاص تعلم، نحط الطاولة قدامه وقاعد يعلم طول الوقت، يتعلم، فما يتعلم على تشغيل مخه ويفكر بشيء جديد. هاي الفكرة الأساسية من وراء الإرشاد.
طيب خلونا نكمل اللي وصلنا له امس. لان العدد ما شاء الله وايد زاد اليوم، ما ادري ايش السالفه. فنبي ايش نسوي؟ تساعدوني لو سمحتوا شباب في التوزيع. ما نبي لكل واحد وحده، انا ما بتكفي، فنبي على الاقل في الطاوله ورقه او ورقتين. ابيكم تشوفون هالاوراق، هذا عباره عن عقد، هاي وحده، هاي وحده ثانيه، تشاركوا فيهم. طيب هذا اللي عندكم في يدكم الآن هو عقد الإرشاد، عقد إرشاد في أشياء كثيرة داخله راح نمر عليها بشكل سريع. أهم ما يميز هالعقد، إذا تسمح لي تشاركون مع بعض في ورقة واحدة. طيب في جزء أساسي هذا العقد بين طرفين، بين المرشد والمسترشد، الشخص اللي يبيه. أحيانا يستخدم في هذا العقد كلمة اسمها الممول أو الراعي. الراعي هو من؟ الراعي اللي يرعاك أنت، مثلا يدفع تكاليفك كاملة. على سبيل المثال في قطر إيرويز، لأن هم يجيبون أجانب وايد من برع، وما في عندنا في الوطن العربي ناس مهندسين في الطيارات وناس خبرة في هالمجال، فيجيبون ناس تكاليفهم عالية. فهذول الأشخاص للأسف في وايد منهم ما ينقلون العلم اللي عندهم للناس اللي تحتهم. مش بس هاي المشكلة، في كل المؤسسات الحكومية. فهم ابتكروا نظام اسمه الدرب، أنا كنت واحد من الأشخاص اللي اشتغلوا فيه الحمد لله. هذا النظام عبارة عن نفس النظام اللي أنتم تتعلمونه، هو الكوتشنج. كل واحد من اللي فوق لازم يمسك واحد من الناس اللي توهم تعينوا، وخلال سنتين لازم يوصله لدرجة السينيور، وما يوجهه، يرشده. هذا بالضبط النموذج اللي أنا عطيتكم إياه، نسخة عربية أنا مسويها، ممكن تكون فيها أخطاء لأن أول مرة ننفذها. إذا شفتوا أخطاء عطوني فيها خبر، إن شاء الله راح أطورها. هذه النسخة بإمكانكم تطلعون عليها، الحين راح أشرح لكم شنو اللي فيها. سري، هذا عقد سري، عقد لك انتي، انتي والمرشد والمسترشد. ايه لا انتو تطلع. لا اقصد لو توقع العقد، لو توقع العقد وطاح في يد اي حد خارجي لا يطلع عليه، لان في اشياء خاصة في الشخص اللي انا قاعد ارشده. لا لا لا، مو عندك مشكلة، على ضمانتي انتي طالعي. فناخذ هالنموذج. الحين اسم المرشد مثلا محمد الجفيري، اسمك؟ محمد كمال. محمد كمال، محمد كمال بيوقع هنا، بيكون في كل التفاصيل بيني وبينه الأساسية اللي تشوفونها قدامكم. اسمحوا لي عشان الوقت راح أمر في مرور سريع. هذا فهرس اللي موجود في هذه المسودة أو هذا العقد. في جزء أساسي، طبعا المعايير ال11 اللي بتكون في الصفحه رقم، مش مرقمين الصفحات. طيب خلينا نمر عليهم واحده واحده. لا، الصفحه اللي بدايتها مقدمه. اه حلو، فكره حلوه، شكرا لك.